المشكلة مع الحوثيين هي مشكلة حقيقية ومتنامية. الإيرانيون قدموا للحوثيين قدرات مهولة، لا أظن بأن قد رأينا إلى حد الآن كل ما يمتلكه الحوثيون، وكذلك نحن نرى بأن الإيرانيين يصعدون في الضغط، هم لا يتحكمون فقط في مضيق هرمز، ويمكن أن يقرروا حرية الملاحة من عدمها من الخليج العربي، وإنما الآن هم أيضا يتحكمون في الأذرع الأخرى في الحوثيين وفي الإبحار عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى البحر المتوسط حتى. تعلم، فإن العالم بأسره ينتظر ليرى ما الذي سيحدث خلال الأسبوعين القادمين. ما إذا كانت حرب ستضطرم بين إسرائيل وحزب الله؟ الكثير من ذلك يعتمد ما إذا كان هناك وقف إطلاق للنار في غزة أم لا. ولكن بغض النظر عما يجري في غزة، فأنا أعتقد بأن الحوثيين ملتزمون بأن يواصلوا لأنهم ذراع لإيران، وكذلك فهم يمارسون استقلالية عملياتية بدرجة كبرى، وأعتقد بأن هناك أسباب محدودة تدعوهم للتوقف. وإلى حد الآن بكل أسف فإن حلف الازدهار حارس الازدهار أخفق في أن يحدث الردع في البحر الأحمر، أو بإمكاني أن أقول بأنهم يعني هذه الجهود المنسقة لم تتمكن من أن تقلص من القدرات الحوثية. فإذا التحالف ليس بالحجم الذي ينبغي أن يكون عليه، هذا أمر يمكن أن نحاججه، ربما ليس بدرجة المتانة، وقواعد الاشتراك الأمريكية محدودة للغاية فيما يتعلق بما نضرب، وألا نضرب شخصيات بارزة أو قيادات. فأعتقد بأن هذا باء بالفشل إلى حد الآن، والقوات الأمريكية والبحارة في وضع خطر، كما هو وضع الإبحار العالمي، فلم يحرز النجاح إلى يومنا هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوات البحرية الأمريكية والحلف قد أسقط الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة المتوجهة إلى إسرائيل.